تخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عنك، أصل ربنا بيقول عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكون النبي يقول لحد حاجة دي وحي، دي بلاغ من الله عز وجل. وصل المعنى ولا لسه؟ يعني عاوز أعرف كيف كان شعور معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا معاذ والله إني لا أحبك. أنا مش عارف معاذ عدت عليه الليلة دي إزاي، النبي بيحلف له بيقول له والله أنا بحبك. تخيل كيف كانت مشاعر سيدنا معاذ بن جبل وهو واخد التقرير ده من سيد الأولين والآخرين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بلاش، كيف كان شعور سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما النبي عليه الصلاة والسلام ضمه لصدره وقال ايه؟ اللهم علمه الكتاب. تخيل حضرتك، تخيل كان عبد الله بن عباس عنده ساعتها 9 سنين، طفل صغير، والنبي راح ضمه لصدره وقال اللهم علمه الكتاب. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس كان اسمه حبر الأمة. طب انا بس عاوز اسال شعوره ايه ساعتها؟ طب ازاي كان شعور ابي بن كعب رضي الله عنه، وده كان من كتبه من اهم كتبه الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام، والنبي بيقول له معلومه خطيره جدا. بيقول ايه لابي بن كعب؟ بيقول له ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه. ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه. سيدنا أبي بن كعب انهمر في البكاء وقال له يا رسول الله الله سماني لك، الله سماني لك. تخيل حضرتك لما يتقال عنك قل له كذا، يعني ربنا حددني بالاسم بالشخص بالاسم بالعلم، قال كده فلان الفلاني أنا إيش تكون أو إيش أكون أمام قدرة الملك العظيم سبحانه وتعالى. نفسي أعرف شعوره كان عامل إزاي، كيف كان شعور سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بعد ما عرف إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في إحدى الغزوات بيقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تفضل يا عم. النبي اللي بيقول عليه الصلاة والسلام بيقول بكرة هياخد الراية بكرة واحد يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ده كلام، كيف كان شعور علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولما يعرف إن هو المقصود به هو الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. دي حاجة تذهب العقل. كيف كان شعور سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه والنبي في المعركه صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ارمي سعد فداك ابي وامي. تخيل لما الرسول بيقول لك فداك ابي وامي، ايه ده؟ ايه المنزله دي اللي كانت عند سعد؟ وتخيل انه النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه تلك المنزله، يعني ده وسام يا رجل. ده احنا بنشوف ان فلان الفلاني تتصور معاه، او فلان الفلاني يمضي لك على كرة قدم، او فلان الفلاني يمضي لك على كتاب انت هو مؤلفه، او فلان الفلاني يبعت لك رسالة في كلمة كده، شيء فخر ما بعد. امال لو كان العامل كده هو النبي عليه الصلاة والسلام، ازاي كان شعورهم كان عامل ازاي؟ انا نفسي اعرف كيف كان شعور عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بعد ما جهز جيش تبوك، خد بالك مجاعة شديدة وفي قلة مال والأمة محتاجة والأمة في حاجة إلى أي دعم، ويظهر عثمان بن عفان وكان الحقيقة كان ثريا رضي الله عنه وارضاه.